سيداتي أنساتي سادتي، على المحبة والأخوة دائما نلتقي معكم مشاهدين الكرام من أحلى وأروع قناة العائلة العربية وقناة المهاجرين والمغتربين، قناة سميرة، قناة الجمال والإبداع. ومعنا وبكل سرور اليوم الشيف ميرا من جديد. أهلين راح تبدأنا. أهلا وسهلا، سعيد جدا بالعمل معك مرة أخرى. أنا أسعد شيف، هذا من شعورك، بتشرف بيك يعني المرة الثانية نتعاملوا أنا وياك. هذا من لطفك، تسلمين. إن شاء الله نتعاملوا على طول إن شاء الله بإذن الله، لنا الشرف يا رب. إن شاء الله اليوم المكونات أنا أشوفها تبهر ما شاء الله. يعيشك. اسم الوصفة ومكوناتها اليوم. الوصفة صدر الدجاج بالمحشي بالجبنة الموتزاريلا. نعم. المكونات صدر دجاج، جبنة الموتزاريلا، بصل، باستا للتزيين يعني إضافة للطبق، جبن آخر عشان يعطي بنة أكثر للموتزاريلا، موتارد، فلفل عكري، بهارات تركية، كركم، الفلفل الأسود يعني ناقص طحين يعني، بس مطحون شوي كثير. إيه؟ على النص يعني. الوصفة تحتاج أنه يبان الفلفل بتاعها. نعم. بصلة، ثوم، الأعشاب البرية، الملح وثوم مطحون، شوية عسل وشوية كريمة وورق الغار، احنا نقولوا له الرند. إيه؟ والحبات فلفل أحمر وأخضر. أنا نشوف التنوع في الألوان ما شاء الله، أكيد راح تطلع وصفة مبهرة إن شاء الله. نتوكل على الله إن شاء الله. بسم الله. حاضر للمساعدة. يعيشك شيف. نجيبه بس هالحطة هذه. نعم. نبدأ نخدمه في الدجاج. نجيبه. الدجاج قلتي لي الصدور تكون كبيرة. لازم. لازم تكون كبيرة. عشان بسم الله شوف. نفتحوها هيك. ونزيدو نفتحو مرة تالتة هيك، يعني تكون محشية ثلاث مرات. نعم. علاش قلت لك لازم الصدر يكون كبير؟ لهذا السبب قلتين لي كبير. نحب نوضح للسادة المشاهدين. ثالث صغير نحطوه بس مرة واحدة هيك. لما يكون صغير لازم نفتحه مرة واحدة. نفتح هيك للتتبيلة. نجيبه فلفل أول حاجة، شفت لون الفلفل كيفاش يكون على الدجاج شاف؟ لهذا السبب ما طحنتيش طحن كثير. ما لازمش ينطحن كثير، حتى للتتبيله الاخيره لازم يقعد هيك. نعم. عشان تحتاجين الشكل. الشكل ضروري في هذه الطبخه. وبالمناسبه لما تطحنيها نص طحنه ولا يحافظ على الزيوت العطريه. اكزاكتو. جميع التوابل سختو هذه. انا نفضل دائما نستعمل ايدي في البهارات شاف، انت مثلي ولا لا؟ بالضبط طبعا. يعني نحس نلمس في الأكل اللي نعمله. صح، لازم يتفوح مليح كل من الجهتين. كلها كل هذه التتبيلة ممكن نعملها من قبل يعني؟ ممكن من قبل، وقت من قبل. هي كل ما تكون من قبل تكون أحلى، أفضل، تمتص أكثر. ونعمل البهارات التركية يعني أساسية في الطبخة هذه، فلفل أحمر. شيف ميرا، عفوا، هذه الوصفة السويدية ولا من أي سويدية شيف؟ بس حط عليها أنا لمستك الخاصة. لمستي الخاصة أكيد. وبهاراتي الخاصة كمان. الإبداع شيف، يعني المجتمع يتبدل من مجتمع لمجتمع، فكل مجتمع يحب بهارات خاصة به. بالضبط. عشان هيك نحن هون بالجزائر نستعمل بهارات خاصة، والحاجة اللي تعجب يعني يكون يعني زبون ولا متفرج ولا أي واحد. لازم تكون البهارات اللي نحبوها يعني في البلد اللي نحن عايشين به. بالضبط. شيء جميل انه نمزج بين الثقافات. صح. نغسل يدي. تفضلي. هذا التنوع شيء جميل لما تجيبي لنا افكار من السويد. اكيد لازم. واللمسه الجزائريه موجوده بها، ونحطوا عليها لمسات جزائريه يعني حتى الطبخ الجزائري. ما شاء الله عليه. طبعا اكيد طبخ يعني رائع. نحطوها هيك
نجيبو الموتزاريلا تاعنا. بسم الله. هيك ونبدا نعمر الموتزاريلا. فيها انواع مالحه وفيها شويه قليله الملح. شو يفضل بهذه؟ هي قليله الملوحه. قليله الملوحه. قليله نعم. الملوحه. نزيد نحطوا معاها اذا ممكن نشف حطبه اخرى مثل هذه. حطبه؟ ايه. تقطعين فوقها. شكرا. ايه تنفع كثير. هيك عشان المشاهد الكريم يشاهد مليح الوصفة. وهذه نحشيوها على 3 مرات. تعملين بحب ما شاء الله. نشوفك مركزة تعملين من قلبك. شايف لازم يعني الواحد لما تحب المهنة تاعك تبدأ بيها وتنجح. تبدأ بيها وتعملها بحب ويعني هيك يعني بشغف. يا جماعة في الكواليس كنا نتكلم عن الشيف ميرا لما تتكلم لي على الطبخ كأنما تتكلم لي على واحد من أولادها. تحب العمل ما شاء الله. يعني حاجة أساسية. واحنا انا نحبه من صغري شاف يعني طبخ احشقه. انا ايضا نفس الشيء. شفت لما نحبوا الطبخ يعني شيء اخر. شوف شوف حطيت الصوص موتارد شويه ثوم وشويه كريم فريش. هيك نزيدوا نحطوا هذه الكميه تاع اي جبن كان متوفر يعني شيدار ينفع شيدار ولا غوج ولا اي غرير يعني اللي متوفر يعني من في ناس كثير ما يحبوش ذوق الموتزاريلا بس هذا الغوسات لازم منها الموتزاريلا. نعم. عشان نحن نخلط يعني وننوع من زوج انواع من الجبن. شايف الجبنه العاديه تنفع الفوندي تنفع؟ ايه ممكن تنفع. هيك يعني هذا الطبق سكندنافي اوروبي من احلى الاطباق السكندنافيه. هيك يعني لازم ان نستعمل شويه القوه. تضغطين عليه؟ لازم. عفوا شيف خليتي الملح؟ ما كنت خليتي ملح ولا لسه؟ خليت حطيت ملح وهلا نزيد نحط شويه ملح هون مع العسل والثوم وشويه الكريمه الفريش. مزيج رائع. عسل مع ثوم. هيك لازم نحطه هيك فوقه. غريب في مجتمعاتنا العربية لكن أكيد لذيذ هو. كتير كتير طيب. عسل مع الثوم مع كريم فريش مع المطار. يعني شايف نحطه الوصفات الدخيلة على مجتمعنا يعني حتى نعرف بها المجتمع العربي والمجتمع المغاربي يعني ككل. وحتى نحن يعني نتعلمها وتدخلنا هالثقافة هذه. أكيد هذا شيء جميل. حتى ما فيهاش كتير يعني دسم صحية. نعم. من فضلك شايف أعطيني. من فضلك هذه محتاجها. يعزك. الله يسلمك. هذه كمان. أعطيني صينية الفرن من فضلك. صينية الفرن. هذه. هذه. شكرا. عفوا. شوف شوف نفرشوا هلا البصل هيك. نعم. نحطوا الفخاذه هيك تاع الدجاج. شيف ميرا ما نخلو زيت شويه في الصينيه؟ لا نخلو. ايه نحطوا زيت بعدين زيت. اخر شيء الزيت. هيك نحطوا البصل هيك. هذه ما تحتاجيها. خلاص حتى هذه ما بحتاجها. يعني هيك شرائح. شرائح هيك نصف حبة تكفي. نزيدوا هالبهارات يعني اللي قعدت. يعني أي حاجة تكون مبهرة مليح تكون أحلى.
ونزيدوا لها شويه الفلفل هذيك. كل التوابل اللي استخدمتيها بالحشوه كلها نخلي بس شوي للباستا. نعم شيف، من ممكن تعطيني زيت؟ ناخذ هذا السيترون كمان نحطه هيك. زيت تفضلي، انا فتحت لك القرعه ساعتك. شكرا. هيك نغطيه بالبابي كويسون، ما ننساوش اسمح ما ننساوش ورق الغار يعني باش يعطر لنا الطبق. هيك نحطوه على 200 درجه مده نصف ساعه يكون استوى ما شاء الله. وهلا نحضروا الباستا تاعو. ايه خلاص ندخلوا الفرن. ايه احنا كنا سخنا الفرن. سخنتيه شيف ميرا؟ ايه سخون الفرن. ندخلوا من فضلك شيف. بسم الله. احنا راح نحط شويه زيت نخليها تسخن شويه. انت لازم تحضر شويه معايا جزائري شيف. نهضر معك؟ انا راني نهضر معك غير بالعراقي. انت تكلمتي معايا بالعراقي؟ لا انا نهضر معك وقيله بالسوري. انا احتجت على السوريين يعني اصدقائنا وجيراننا. لا تتكلمي بالجزائري. شوفي لي من فضلك، راني نهضر معك بالجزائري. اوكي زيد شوي. زيد شويه. زيد شوية مش شوي، شوي تاع السوريين. زيد شوية تاع الجزائريين. يكفي؟ زيد شوية. أنا زدت شوية. كملها. كملها كلها. كملها. يلا. خلاص بس حطها هون أستاذ. أوكي. من فضلك. جيبوا هذي. هذا طبق جانبي حيكون؟ ايه جانبي. يعني فيك انك تحط معاها خضار، فيك يعني تحط معاها معجنات رز، انا فضلت اليوم تكون باستا. يعني من في السويد يحبوها المكرونه يحبوا كثير المعجنات هذه؟ كثير بيحبوا الباستا، بس بياكلوها بالنهار مش بالليل. هما بالليل طبيعتهم انهم ياكلوا بس السوبا. السوبا يعني الحساء. الشوربه. الشوربه. سوب. ايه. يحبوا كثير بالسويدي اسمها السوبا. بحكم انه الجو عندهم بارد. بارد. اعتقد يفضلوا انه دائما يحصنون نفسهم لان الشوربه مفيده صحيا. اكزاكتومون. هذه هي. زرت ديجا سويت استاذ؟ لا والله ولا زورها. لازم تزورها يعني. زارها بس بالانترنت. بلد كثير حلو بس بارد كثير. يعني احنا سعيدين لانه وجودك معنا كسفيره للجزائر وللسويد. يعيشك. سفيره مزدوجه. يعيشك شيف. يعني ومبدعه بنفس الوقت. طول عمرك. يعني كل الثقافات مليح انها نجيبوها لبلدنا ونتعرفوا عليها ونعرفوا المشاهد الكريم بها. الحمد لله. الحمد لله. ومو بس الجزائر اللي يستفادون منها، احنا ك كل اجانب في على فكره اسمح لي شايف فضلك. قناه سميره بيشوفوها كل يعني على مستوى العالم. الوطن العربي خصوصا نقولوا والمهاجرين المغتربين. ولا عندي اصدقاء بال انا اهلي كلهم عندهم قناه سميره ما شاء الله. باش يشوفوك شاف. الوالده في الاردن ما شاء والأهل الله والاهل في العراق واخويا في امريكا وخالتي في المانيا وخالتي ما في تركيا. شفت قلت لك يعني بيشوفوها بكل مكان. هم كانوا يشوفون حصصي لكن لما شافوا حصص المبدعه لقناه سميره صاروا مولعين يتابعوها دائما لانها قناه متنوعه يعني. صح. بدون مجامله. صح. من هذا المنبر يعني نحييهم. شيء جميل طبعا. ونقول لهم ان شاء الله تكونوا بالف خير. كل جنود الخفاء ان شاء الله العاملين لاسعاد الناس. هذه نحط هذه هنا شويه بصل. هذه تساعدك. شكرا. شويه نضف هذه منا. نزيدوا كميه الثوم اللي باقيه. والثوم الحب. نساعدك نخلط انا حبيتي. فيك. خليتي البصل والثوم حب. نحط بهارات. فلفل احمر. نفس البهارات اللي حطيناها في الباستا في الدجاج. نفسها. نحط شوية ملح يعني حسب الذوق. نزيدوا نحطوا شوية ملح في الباستا. هيك
ناخذ العسل. العسل ينزل ها؟ لازم عشان نعطوه نكهة أخرى يعني. ونحطوا الفلفل الأحمر مع الأخضر، ألوان رائعة والمكونات كلها فوائد صحية كلها. عجبتك شيف؟ اللسان يعجز عن الشكر. يعيشك. نحطوا ورق الغنم هنا. نعم. هذه بدأت تغلي، شيف حط لي فيها شوية زيت من فضلك. سافا. يكفي. نحطوا هالباستا هون. ما شاء الله في ريحة يعني طيبة. أنا حاس نفسي بالسويد بعد ما يحتاج أروح للسويد. تيجي بتيجي السويد هنا. خلاص نجيبها لك كل مرة شيف. تسلمين. يعيشك شيف ميرا، أخت عزيزة أنت. يعيشك والله بدون مجاملة نورتينا بصراحة. يعيشك يعيشك، حتى أنا سعيدة بحضورك. الله يحفظك. يعني لو كان خلوها هذه على نار هادية. هذه؟ لا لا، الفلفل مع المكونات ونستناو الباستا طيب على نار عاليه مده 5 حتى 10 دقائق. نصفيوها يعني تكون نص طياب، نعاود نحطوها في الفلفل وبعدين نخلوها تستوي بس واحد نقولوا 5 دقائق واحده اخرى. نعم. ونحطوا عليها هذا الكريمه الكريم فريش اللي بقات وشويه تاع الجبن الموتزاريلا وخلاص، وبعدين نحطوا الطبخه واجده. تمام. يعني نفهم من كلامك انه سنروح فاصل. وبعد الفاصل نرجع ان شاء الله. اعزائي المشاهدين فاصل وراجعي لكم ان شاء الله، انتظرونا. ورانا رجعنا بعد الفاصل ودوك نشوفوا الوصفه تاع الشيف محمد. واش جبت لنا اليوم شيف؟ اليوم راح اخذك، انت خذتيني للسويد وجبتي لي السويد هنا. ايه؟ اليوم راح اخذك وياي زياره لبغداد. خلاص تحبيها لبغداد؟ ايه بحبها. تسمعين بها؟ نسمع بها. اليوم ان شاء الله وصفتنا البرياني العراقي. ايه يا الله، البرياني كثير بحبوا البرياني. هذا من ذوقك. يلا اليوم عندي الحظ استاذ. اكيد ان شاء الله دائما عندك الحظ. عندنا البرياني هذا من الاكلات اللي نستخدمها كثير في منازل خصوصا البغداديين وفي المناسبات ايضا. ما اريد نطول على الجمهور، انت نستغل الوقت، خلي لي زيت من فضلك. ايه. بالقدره. نشعل لك النار؟ نشعلي لي النار. نعم. أعزائي المشاهدين وصفتنا اليوم هي وصفة البرياني. مكونات البرياني نحتاج إلى دجاج، نحتاج إلى زيت أستاذ من فضلك. نزيد شوي؟ زيدي شوية. نحطه بس زيت ما نحطوش سمنة؟ يكفي. لا لا زيت وحده. تسلمين شكرا. عندنا نعيد أنه عندنا الدجاج، عندنا الجزر، عندنا الشعرية اللي هي الفرميسيل، عندنا المكون الرئيسي اللي هو التمن والرز. أوكي. عندنا التوابل مثل ما تلاحظون، رشة هيل راح نستخدمه بها، وعندنا 7 بهار، وعندنا الكاري، وعندنا الكركم ينطي لون الأصفر الجميل. وللتزيين عندنا أيضا الزبيب حيدخل واللوز. يا الله مكونات يعني واللوز. بسيطة. أي راح يصير تجانس إن شاء الله، بس كلها مكونات غنية أستاذ. غنية بالأكيد. نفكر للسادة المشاهدين أنه استغلالا للوقت، لأنه هو وقت الحصة دائما يكون ضيق. عندنا الدجاج هذا حمسناه قليناه. اوكي. رابي الزيت. رابينا له حبتين ثوم. أه. قليناه وضفنا له كل هذه التوابل ضفناها. يعني جهز الدجاج. جهزنا الدجاج هذا جاهز. اوكي. نتوكل على الله هسه. يلا بسم الله. بسم الله. بدك اي مساعده طبعا استاذ؟ طبعا حتساعديني بس. أكيد. يعني ما تعبك يعني، ترين وصفاتي خفيفه وظريفه. تفضل. الله يخليكي. اول شيء نخلي التمن. شوفي لي بها الماء من فضلك هذه. أوكي. حضري لي الماء. سخون ولا بارد؟ لا 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 بارد بارد. بارد. بسم الله. ننزلوا التمن هذا 400 غرام عندي بسمتي. نقلي التمن بالشكل هذا. يعني الرز مغسول مغسول 3 مرات 4 مرات. أوكي. نغسلوه يعني وننشفه. كل ما نغسلوه هيكون احسن، نتخلص من النشا اللي أكيد فيه. اكيد اكيد.
في الشيف ميرا هذه الطريقه، هذه التمن عنده عده طرق للطبخ. هذه من احدى واروع الطرق السهله. اوكي. نخلي الزيت يسخن يحمى، بعدين ننزل الرز تمن على مود يتشبع بالزيت هذاك، وتبقى كل حبه وحدها. اوكي. يعني ما يتعجن، ياخذ هذاك الخد الاحمر على مود لا يتعجن. اوكي. احنا ما نحتاج نحمصه. أوكي. نحتاج نغلفه بالزيت هذاك. اوكي. هسه شو نسوي؟ نضيف المي، مي بارده. المي بارده. أوكي. بسم الله. مستوى الماء يكون سنتيمترات 2، يعني لحد هذا الخط الاصبع الاول. أوكي. ارتفاع الماء عن الرز. الوصفه جدا سهله لكن نتيجتها روعه. ما شاء الله. يعني والله يعني شيء رائع ان نستفاد منك استاذ. الله يخليك، تسلمي. يعني مدرسه للطبخ ما شاء الله. تسلمين، تسلمين. نضيف الملح، ملح حسب الرغبه. يكفي. هسه شو نسوي؟ التوابل هذه اعطيهم لي. أوكي. من فضلك. تفضل. تسلمين. هذه 7 بهار تنزل. عندنا الكركم ينطيس فوريه. ينطيس. ينطيه، يعطيه. اوكي. احنا بالعراقي نقول ينطيه. اوكي. يعني اسماء جديده علينا دخيله. اه. ينطيه، انت مو قلتي لي احكي عراقي؟ ايه. انا دا احكي عراقي. دا احاول احكي عراقي. عشان نتعلم منك استاذ. هذا الكركم. هسه الكاري ينزل. الكاري. عندنا رشه هيل. الهيل يعني فيه. انت تحبين الهيل؟ اعرف. كثير بحبه. رشه هيل. ونزيد ننزل الجزر من فضلك. الجزر. انت تفضلك، تفضل. الجزر راح ينزل هنا، مثل ما تلاحظون اعزائي المشاهدين. الجزر مثل ما هو ينزل. نخلطه مع بعض. اعطيني ورقة غار من فضلك. تفضل استاذ. تسلمين. ورقة حتى الغار بيعطي نكهة كثير طيبة. يعطي نكهة رائعة. هسه هذا هنا التمن نخليه يستوي. أوكي. هو ومعه الرز، عفوا الزروديه اللي هو الجزر. على نار هاديه ولا عاليه؟ اول شيء عاليه تكون. عالية. في البدايه تكون عاليه، وبعدين لما نشوفه حينشف المي اللي بيه. أه؟ نقصوا لها. اوكي خلاص الاستاذ. هذه كمان هذه خليها منا. خلوها. أه. اوكي. هسه عندنا مهمه احب اشغلك وياي، انت تحبين تعملين. تفضل استاذ. يلا. قول لي برك واش ندير لك وانا. احنا استغلالا للوقت راح احمص اني اللوز هنا. اوكي. وانت تحمصي لي الفرميسيل هذه. اوكي. الشعريه. الشعريه. اوكي. هذا خليت لك شويه زيت. يلا. وانا راح اخذ شويه زيت. راح يصير برياني عراقي جزائري سويدي. سويدي، يعني اليوم سفاري عن حق وحقيقي. سفاري بكل معنى الكلمه بما تحمله من معنى. صح. أنا انتبهت إنه الأخوة الجزائري هنا الناس، والله الشعب الجزائري شعب ذواق بصراحة. صح. وصفة البرياني هذه شافوها في المطاعم، يحبوها كثير الأخوة من المشرق. اه. انبهروا بها. عجبتهم. صح. فإحنا نحاول نقدم لهم إياه. إن شاء الله. اه. إن شاء الله. ولو حيزعلون علينا أصحاب المطاعم. بس لا، الواحد يعني من تحت إيدين الشيف يعني بالوصفة الصحيحة. الله يخليك. يعني بمقادير مضبوطة يعني تجي أحلى يعني. تسلمي، تسلمي والله. تسلمي. نحط لك الشعريه. سخن الزيت. اوكي. راني سخن الزيت عندي هنا. نجيب هذه. بسم الله. بسم الله. انا نضيف اللوز. زيد بس شوي هيك. لازم نزيد لها شيف. اي نعم. آه. هذه حبه الهيل. وينها حبه الهيل؟ حبه الهيل انا اللي اخذت لك اياها. يلا بدك عادي. اياها؟ انا جايب احتياط وياها. اوكي. انا عشان بحب كثير حطيت لها حبه الهيل. حطيتي حبه؟ تسلمين. حطيت لها حبتين استاذ. يلا تسلمين. انا بحب الهيل يعني ما تشيل هم. هذا هو الشيء اللي فرحني اكثر ذيك. نحمصوا اللوز. خليها تتحمر هيك. يعني على نار. لا تنسيها، لازم احتاج لونها يكون أكيد. لون ذهبي. اكيد خلاص يعني خليها علي. تفضل. المكونات بسيطة والطريقة بسيطة. ما تحتاج لا خبرة قوية ولا أبد. والطبخة فخمة. والطبخة فخمة. فخمة والله.
شيف ممكن ان نحطوا لحم وما نحطوش دجاج؟ يعني فينا نعوض اللحم بالدجاج ولا لا؟ ممكن، بس طريقة ممكن. طبخ اللحم تختلف عن طريقة طبخ شو هي طريقة المكونات، التوابل، طريقة عملها، لأن تدرين الدجاج يستوي بسرعة بس ومكونات والتوابل خاصة، اللحم يحتاج إلى وقت أطول. بس اللحم يعني كمان نطبخه ونحطه على جنب مثل الدجاج هيك؟ ممكن، لكن ما يكون مع الدجاج، يكون وحده. وحده. ممكن. أوكي. في عندنا كثير من الوصفات اللي في الدجاج وعندنا في اللحم. مثلا عندنا قوزي لحم، عندنا قوزي دجاج، عندنا تشيلي فراي لحم، عندنا تشيلي فراي دجاج، عندنا كباب لحم، عندنا كباب دجاج. لكن كل وصفة، بس الكباب اللحم يعني رائع، تسوي لك اياه ان شاء الله. ان شاء الله. عجبهم بالسويد الكباب، اكلنا الشرقي كثير 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 كثير. الكباب يعني حتى صاروا بيعرفوا الكباب خلاص، ينبهروا به وبيحبوه. يعني أنا زرت الأردن، عندهم مطعم حتى الأكل الأردني للفلافل، يعني الفلافل هي من الأكلات الشعبية. هذا صاحب المطعم سبحان الله يجوه السياح الأجانب بكثرة. لما تدخلي المطعم يحبون، يعني يشتاقون للأكل الشعبي البسيط. صح. ومنبهرين بيها. منبهرين أكيد، يعني الطبخ العربي ما فيش أحلى منه. ومليح أننا احنا نوجه التحية للمرأة العربية أكيد، لأنه تتعب. أكيد تتعب في الطبخ لما تدخل للمطبخ. صح. تطول وصفات العربية كلها تطول. صح. خصيصا في شهر رمضان أستاذ، هذاك شهر، يعني نحيي كل أم، كل ست بيت، كل زوجة، كل أخت طبعا، كل مدبرة منزل، من هذا المنبر نقول لها ألف تحية ليك في شهر رمضان. يعني نقدروها كل الكلمات تعجز عن شكرهم. أبي. وتعرفين أني من الأمور اللي عجبتني هنا بالجزائر، تعرفي شو يعملوا؟ شو يسووا؟ بعرف هذيك بعد شهر رمضان تعرفيها؟ أكيد. تكمليها لو أقولها لي؟ قولها. قوليها. لا أنت جزائرية، قوليها شو يسووا؟ إحنا الرجال شو يعملوا؟ بعد شهر رمضان لما نقولوا ليلة الشك ولا ليلة العيد، فالراجل لازم أنه يهدي مرته، يعني يكرمها يعني شهر كامل، وهي تحضر له أشهل مأكولات وتضحي وتتعب وأبهى الحلات في المائدات. نعم. يعني يفرحها بعيدية، يعني مرات تكون ذهب ومرات تكون يعني مبلغ من المال، يعني مبلغ محترم اللي يفرحها. في أغلب الأحيان تكون خاتم في يكون طبق. يكون خاتم في طبق، يعني يا ذهب يا مبلغ، يعني كل واحد ومقدوره. يعني هذيك الشيء اللي يفرح في العراق من المناسبة نديروها نفس الشيء. نسويها يعني. الله يبارك ما شاء الله. يعني العادات والتقاليد الجزائرية، يعني لأن الإنسان العربي بصورة عامة إنسان عاطفي وخلوق. وخلوق وكريم. ويكرم كريم. كريم. أكيد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما حتى للكرم يعني قصد به الرجل العربي. هيك أنا. الإنسان العربي بصورة عامة كريم. والله من هذا المنبر أحيي كل يعني زوج ولا أب جزائري ولا حتى عربي بيكرم زوجته ولا أمه ولا أخته، يعني ألف تحية له من هذا المكان. شوف أستاذ، زيدي شوية من فضلك. اللوز هنا تقريبا راح يكمل. كثير يعني لونه ما بقى شيء. ما شاء الله ما بقى الكثير. شوف لي الشعرية من فضلك. شوف يعني شوف، زيدي خلطيها شوية، نحمروها أكثر. رشة ملح من إيدك على مدى تصير سويدية عراقية جزائرية بامتياز. ما نبهروهاش بس بالملح؟ ايه اوكي. ملح يعني الريحة بتعبق ما شاء الله. الله يخليكي. هسا زيدي خلطيها شوية. انت بس قولي وانا في الخدمة. نضيفوا لها الماء. اوكي. يعني اللوز كملته. مي باردة؟ مية باردة. اوكي. بالشعرية. نعم بالشعرية. اوكي راح نجيب مي باردة. هذا اللوز هذا كملته. ريحة اللوز تشميها؟ ريحة اللوز ما شاء الله عليها. شوف شيف ايش حنحط لك؟ ضيفي حركي وضيفي من فضلك. بسم الله. ضيفي ولا يتغطى؟ نغطيه؟ لازم نغطيه. حتى يتغطى. اوكي. تمام. أوكي. يعني حتى ريحة الشعرية ما شاء الله عليها. الهيل اللي ضفتيه. والهيل بيعطي نكهة أخرى. أعطاها نكهة خاصة. أكيد. كملنا منها.
هسه هذه المهمة تبقى مهمتك ها؟ خلاص هذا البرياني راح يصير لإلي أستاذ شيف. أي إن شاء الله. خلاص. قدامك. أوكي. بالعراق نقول يا ضيفنا لو زرتنا لرأيتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. صح صح. صح يعني والله كل البلدان العربية بتكرم الضيف. أعطيني من فضلك نفتح بها الغطاء. أوكي. تفضل شيف. نضرب طلة يعني نشوف الرز شو أخباره. استوى ولا لسه؟ بعده. يستوي. سي بون نزيد لك زبيب هكذا أستاذ؟ هنا تقريبا 90% من أوكي. الاستواء تمم. هسا عندنا الشعرية هذه. طابت استوت، هسا الفقرة الجاية شو نسوي؟ نعطيني الزبيب من فضلك. تفضل. راح نوزع الزبيب. الزبيب مثل ما تلاحظون أعزائي المشاهدين مثل ما هو نخليه يعني نوزعه ماهوش مستوي ما نسوي لأنه حياخذ البخار حيستوي من أوكي. البخار التمن اللي طالع أوكي وراح نضيف فوقه الشعرية اللي هي حارة أوكي وبعدين نخليه يستوي في يعني بعد العملية ما كملت هذه كملنا منها نوزعه بهالشكل هذا شوفي الالوان المتجانسه على بالك بس وصفتك بها الوان حلوه لا حتى انت شايف ما شاء الله عليك هذه الشعريه سعدنا استوت بهالشكل هذا ننزلها فوق الزبيب بهالشكل هذا تتوزع هسه شو نسوي ناخذ ال دجاج يجي الدجاج هسه هذا بطل الفيلم مثل ما يقولون اكيد اكيد هذا هو المكون الرئيسي نوزعه نوزعه فوق الشعريه اللي هي الفرميسيل الطبخه يعني هيك شحال قعدلها باش تستوي هذه هسه نخلي التمن يتهدر اوكي يطيب احنا بالعراق نقول يتهدر معناتها على كيف يستوي تقريبا 10 الى ربع ساعه اوكي بعدين شو نسوي نمزج كل المكونات نخليها هسه نغطيه نكمل منها تفضل تسلمي سخونه بس هذا نغطيه اوكي نقصوا له النار على الاخر نار هاديه يعني نار هاديه جدا 10 دقائق الى 12 دقيقه ربع ساعه وبعدين شو راح ندير له بعدين تطفين النار اوكي وتخلطين كل المكونات اوكي خلي دقيقتين ثلاثة وبعدين نفرغه إن شاء الله ونشوفه على طبق التقديم وهكذا يكون البرياني العراقي إن شاء الله. حاضر اللي تهدرناه ألف شكر لك أستاذ والله كانت تسلمي. طبخة رائعة واستفدت منك كثير شكرا جزيلا شكرا ونخلي اللوز بعدين بالتزيين هذاك إن شاء الله نتلاقاو بعدين في مائدة التقديم إن شاء الله نعيد عليكم السلام ونقول لكم مرحبا بكم مرة ثالثة معنا في مائدة التقديم أطباقنا كلها جاهزة يعطيك صحة شيف محمد الله يسلمك تسلمين والله البرياني تاعك يعني رائع ويعني بروعة الطبق اللي عملتي أنت يعيشك ميرسي بوكو الله يحفظك لصدر الدجاج المحشي بالجبنة الموزاريلا جاهز مع الباستا تاعنا كوم غارنيتور والبرياني تاع الشيف محمد يعني راهو شهي أنا لاحظت أنه في تناسق بالألوان شفت كأنما يعني خطاب روحي بالمواد اللي استخدمناها صح يعطيك الصحة يعني نشكرك شكرا جزيلا كانت حصة شيف. من أروع الحصص اللي عملتها يعيشك طبقك ما شاء الله حتى من قلتي لي في الأسود ما نطحنه كثير ايه. النتيجة مالته أعزائي المشاهدين أنه يكون شكله ورونقه الجميل بهالشكل هذا وإن شاء الله نتمنى طبق البرياني العراقي راح يدخل في منازلكم وبعد لا تصرفون هواي بالمطاعم موجود البرياني العراقي ونتمنى إن شاء الله يعودوا الوصفات وتنال إعجابهم وينتظرونا إن شاء الله في وصفات أخرى إن شاء الله نقول لكم سلام سلام في مع الله